اهلا حبايب، اليوم في منطقة جنزة، ومنطقة جنزة هي عبارة عن هم سيارات وهم محلات وهم فرات. واليوم تريقنا وتغدينا ماكدونالد لان ما تحملنا ناكل هاي السوالف بعد موت. كافي، جربنا حاولنا ما قدرنا. سوري يابان، سوري. وشي فعلا صدمنا به هنا باليابان انه الشعب ما مهتم لنا، ما يباعوا لنا. يعني توقعنا انه مثلا احنا كاجانب، يعني احنا اجانب جايين نمشي بالشارع، انه اكو فرق بيننا وبينهم انه راح يباعوا لنا، بس لا، ما حد مهتم لنا، ما حد يباع لنا. فبعدين سالنا، قالوا لنا انه احتراما للبرايفسي مالتنا ما حد يباع لنا، حتى ما حد يزعج لنا. هذا الشيء جدا غريب، بس احنا نتمنى ان الناس تبوع لنا، يعني ضحكوا علينا، يعني سعرت بالشعر ونلبس وهاي ونمشي بالشارع ما حد يبوع لنا. شنو السالفه؟ نرجع لدبي؟ يومين بعد خلاص. فوفو، هواي من المتابعين جاي يسالون انه احنا ليش اجينا طوكيو، يعني ليش مو مدينه ثانيه او منطقه ثانيه بها بحر او شمس او يعني مور هوليداي؟ احنا ساكنين دبي بالامارات، ويوميه بالامارات عندنا شمس، تقدر تروح للبحر حتى براس السنه. فاحنا نريد نكتشف هاي المدن الكبيره، نشوف الاجواء، صحيح، نشوف ذول شلون عايشين، شلون ما يباعونا، اكلهم الطيب فعلا طيب. يعني احنا من اليوم قررنا انه ناكل كله ماكدونالد، يوميا ماكدونالد. هذا محل رولكس ورا، طلعوا زبائن من عنده ومشوا هذا الشارع كله، والبياعة بعد هي واقفة بالباب وهيك تسلم عليهم من الاحترام وتنتظر تباوع لهم. مش وقتهم ما يدورون، بس يدورون وهيك تسوي لهم. شعب محترم والله العظيم. اخيرا عندنا خريطه، هسه راح نندل. لازمها بالعكس. خوش بدايه. احنا هسه بمنطقه اسمها اساكوسا، واساكوسا هي معروفه بالتراث مالتها اللي هسه راح نوصل له، بيها البيوت القديمه مالتهم والقصور اليابانيه، هسه تشوفوها ان شاء الله.
فوفو ذكريات المدرسة. يلا ابتسموا. اردكم واحد واحد طلقة. هذا هيك مكان تجون يطلعوا لكم ارانب وتشبقون بالارانب. شو ايش قد ما تردون يطوقكم يعني. اكو 35 ارنب تختارون واحد من عندهم. هلو. وظلون تشبقون بالارنب. نقدر نقول الناس ما عندها شغل وعمل. انا ماخذ وياي قرد يردوني اشبق ارنب. زين. احنا هسه نريد نروح لهنا طوكيو تاور. وهسه اجينا لهذا المكان على مود شويه بارتفاع نشوف منين نوصل له، لان ما نريد نقضيها متروات وتاكسيات، نريد نمشي. هذا الجسر مال المترو. هذا الجسر مبين مال مشي. فوفو لازم نمشي هناك ذاك الجسر ونوصل. وراها نشوف تدبر سهله. الله كريم ان شاء الله. سفره دائمه بيت العامر. راح نحاول ناخذكم هناك على مودكم. والله احنا ما نريد نروح بس على مودكم. هاي دي يدربوهم على العلاقة بين الرجل والامرأة وراء الزواج. اشترينا هاي السوالف. مكتوب عليها انه والله ما ادري ايش مكتوب عليها. شلونها والله؟ روبيان؟ لا شكرا اخويا. مشتاقين للمطر بدبي جفاف. ورجعنا الى اومو تيساندو اللي هي اكثر منطقه عجبتنا، واظن انه راح نلزق هنا يوميا. باشر يجوز نروح للجبل. اذا شفتوا فلوج بجبل معناتها رحنا، اذا ما شفتوا فلوج بجبل معناتها ما رحنا، معناتها فرات طنقر وما راضي يروح. حان وقت السوشي. اكل وراك مشي. خب احنا قمنا نجمع بالماعين، بعدين انتبهنا انه كل ماعون له لون وكل لون له سعر. الله يستر. هاي يحسبون كم ماعون الالوان وتجي الفاتوره. اكو مصطلح عراقي يقول لك مو سوشج سوشي. اوه قويه. هاي ثاني عشاء اليوم حبايب. اي شنو ما ندري. يلا طيبة. وين ينتهي فلوجنا اليوم هنا، وان شاء الله نشوفكم بالفلوج القادم. ان شاء الله ما اطول عليكم. باي باي.